جرتنا ترانا اليوم بلشنا جاهزين خليكوا جاهزين جاهزين خليكوا جاهزين رايحين رايحين للفن رايحين بس مو تلوين لعبوا تمارين يلا يا أطفال يلا يا حلوين رح نسألون العب رح نمرح نستفيد مدرسة وبيت وملعب مساء الخير والورد والسعادة والحب والعسل والشوق والولا لكل الأصدقاء الحلوين اللي قاعد تعمل هالحلقة الجديدة من برنامج الأبطال. أول شيء كوعت لأني غصيت هذا هو السبب. أنت ما كنت حاسفين يعني يمك عبد الله اللي غص يقول ولا حلو ما أدري حلو 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 على الدنيا خلاص سؤال يا مساء الخير أهلا وسهلا في حلقة جديدة من خلال برنامج استديو الأبطال. نمسي عليكم في هذه الحلقة حلقة يوم الثلاثاء تيوس دي هذه باللغة الإنجليزية. دائما ننطر مشاركتكم في البرنامج أكيد. طرق المشاركة بسيطة أو سهلة. أول طريقة مشاركة هي وهو تويتر برنامجنا, وأيضا عندنا الاتصالات هنا وأسئلة حابين يدق علينا يدز SMS الحين ويشارك معنا. عندنا فقرات كثيرة اللي هي عبد الله صحيح. في البداية دائما الفقرة الأولى هي دردشة اتصالات ومشاركات الأصدقاء. الفقرة الثانية اليوم إن شاء الله راح تكون عندنا حلقة جديدة من نونو فورست. هذا رسوم تحركة وهذه رسوم تحركة اللي انضافت يانا في برنامج استديو الأبطال. الفقرة الثالثة عندنا ديسكفري واليوم معلومات عن التين. فاللي ما يعرف عن التين اليوم يتابع الفقرة الثالثة, واللي ديسكفري راح تنورنا أكثر من خلال هذه الفاكهة الجميلة اللي هي التين. حلقة يوم الأحد قلت لكم إن أنا شريت كتاب سولفت لك عنه عبد الله, وقلت حق أصدقائنا أيضا إن هذا الكتاب إن من بدايته أو من عنوانه أنا وايد لفت انتباهي, وأيضا بطلت الكتاب من داخل فشفت عناوين جميلة. مو أجب عبد الله من قبل الهوى مصر على كل من أجب. أعجب الرحلات بالتاريخ. هذا الكتاب يتضمن رحلات غريبة صارت لناس فتجمعت وصارت في هذا الكتاب. رح أعطيكم نبذة عن الأشياء اللي موجودة مثلا. على فكرة مشاعل لو كان الكاتب سامع موضوعي برحلة من الرحلات اللي صارت قبل 6 سنين كان حطها وياهم. شنو هي؟ رحلة صارت وكانت عجيبة. صدق؟ إيه عجيبة مو عجيبة كانت؟ عجيبة مو إنها عجيبة من أوكي إنها حلوة وكذي, لا لا صار في موقف عجيب فما أقدر أقوله. حلو. أنا الحين بقولك المواضيع اللي يضمنها هذا الكتاب. يعني هو الكتاب مو بس حق الأطفال, يعني هو ممكن الكبار حتى يقرونه عشان تعرفون إن الإنسان لما يسافر يأخذ معلومات كثيرة من سفرته. في أول شيء كان المصريون يطلقون طيورا من حجر, يعني في سفرة من سفرات شافوا إن المصريين يطلقون طيورا من حجر. شنو تتضمن هذا العنوان أو شنو قصة هذا العنوان اللي أقوله في هذا الكتاب. أيضا عندنا ذهب يبحث عن الهند فوجد أمريكا. منو هذا؟ منو اللي اكتشف أمريكا؟ كولومبوس. اي فموجودة ايضا القصة هذه بالتفصيل موجودة في هذا الكتاب طبعا للكاتب انيس منصور, هو كاتب من جمهورية مصر الحبيبة. فانا حبيت ان اصدقائنا ايضا يستفيدون من تجارب غيرهم في السفرات. ايضا انتم اذا عندكم مثلا تجربة في السفرة, رحتوا مكان معين صار معكم مواقف معينة شفتوا اشياء غريبة ممكن ان غيركم يستفيد منها, ليش لا تسوون كتاب نفس هذا الكتاب وتكتبون الاشياء الغريبة اللي صادفتكم في حياتكم. فانا وفيت بعدي ويبلكم هذا الكتاب. حلو. إن شاء الله إذا راحوا الأصدقاء المكتبات يستفيدون من خلال هذا الكتاب. أنا بعطيك هي اليوم إذا زين عشان أنت تقرأ قبل أنا أقرأ, لأن الحين عندي واد دراسة. أنت مو قريته؟ لا ما قريت. توني شريته هذه في سفرتي الأخيرة. إيه؟ شريته تفضل عبد الله هذه العهد عندك. بس عبد الله اقرأ راح تستفيد منه وايد, في أشياء وايد حلوة معلومات جميلة. ما في صور؟ أوه أنت من النوع اللي تحب الكتاب في صور؟ لا يعني شوية عشان أريح. اقرا قصه يعني انا احب القراءه صراحه. حلو تشوف بعد تستانس لما تعرف اشياء غريبه. عرفت صحيح. انا يعني على طاري سفرات قلتها قبل هالمره, ليش دائما لما نروح نسافر ما نكتشف كثر ما ندور الاماكن؟ يعني لما نسافر مكان ليش ما نتعرف على ثقافتهم اكثر؟ في ناس وايد كذي تبتاع الصين. اوكي انا قاعد اشوفها كذي انزين. ضيعتي انامل ما يهم انامل هذا انامل. اوكي فليش الناس لما تسافر مكان ما تكتشف ثقافتهم؟ في ناس مبلى مو الكل, احنا نقول بعض الناس بالعكس. من واحد يروح ديره انا من الناس اللي لما اروح ديره احب اكل اكلهم.
شنو هم يتميزون فيه؟ طبعا الواحد صح لما يقول الاكل اذا كان بالحلال ويدور الحلال، بس في مطاعم تكون خاصه للحلال، وفي ناس هناك مسلمين يفتحون مطاعم حلال بنفس الوقت هم خاصه باكلهم. هذا شيء. الشيء الثاني نكتشف فيهم شغلات وايد حلوه. اللي يروح مثلا شرق اسيا في لهم عادات تميزهم عن غيرهم، وترى ديره عن ديره تفرق، مو بس شرق اسيا، يعني ماليزيا يعني يمهم تايلاند، بس في عادات تفرق فيهم. عندنا بامريكا في لهم عادات، اوروبا في لهم عادات، فحلو الواحد يكتشف عاداتهم بنفس الوقت ياخذ الشيء المميز والحلو فيهم. صح. تكفين عطسي عشان راح توتر طول الحلقه. اذا في شعط عطسي مو قادره. انت قاعد تتكلم مرقب. جهزوا فاصل، ما له شغل بالفاصل ثلاث فاصل عطسه. لا بس ابي ارجع اذكر مره ثانيه كل الاصدقاء اللي قاعد يتابعونا بتويتر البرنامج @ابطال_ الراي، اكيد ناطر تواصلكم، تحياتكم، اهداءاتكم، عندكم شغله حبيت تقولونها لنا فاحنا ناطرين هذه المشاركات. صح. ابي اوجه تحيه كبيره وجميله لاخت عزيزه علينا لانها تتابع سيد الابطال وقالت كلام جميل، وصل السلام لمشاعل اذا انت قاعد تتابعينها ويا الاهل، امس صادفتها فقالت كلام جدا جميل ومو غريبه، يعني مو اول مره، ولكن اللي ميز الموضوع انها قالت حتى نكاسكونا نحطه يمنا كذي ويتابع البرنامج، وقام مثلا تصير اغنيه، طبعا الكاسكو معروف اذا صار في اغاني. اي فتحيه كبيره لك، يعطيك العافيه، والكاسكو وان شاء الله نشوفه في البرنامج. عشتي كذي. نبلش الحلقه صح، اخذوا اتصالات يلا. رحمت الله. تبين تيشو؟ لا شكرا، ابي تاخذ اتصال. اوكي في ورقه فاضيه. عسل حلو. عيادة عسل. هلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك يا عسل؟ الحمد لله تمام. شلونك؟ والله أنا بخير الحمد لله. تفضلي. أبوجه تحياتي وأبعد والقصيدة. أوكي إنزين، توجهين تحياتك، وجهي تحياتك بالأول حق الشعب السعودي. نعم. وحق الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده. نعم. والأسرة المالكة. نعم. وأقول لهم كل عام وأنتم بخير بمناسبة اليوم الوطني. نعم. ودمتم فخرا لنا، ودامت السعودية فخرا لنا، ودمنا فخرا لها. دام عزكم إن شاء الله. شنو حابة تقولين قصيدة عن السعودية؟ أيوه. وينك أمس وأول أمس؟ سولفنا وايد. ولا كنتي تمشي؟ أيوه أنا كنت أبي أدق عليكم بس كنت طالعة. كنتي طالعة، يلا بالسلامة إن شاء الله. الحين اتصلتي وتعوضينها إن شاء الله. تفضلي قولي. وطني لك الحب الذي لا يتوقف، وذلك العطاء الذي لا ينضب، وطني المستوطن في قلوبنا، أنت فقط من يبقى حبه يبقى فينا، وطني أنت فقط من نحبه، وطني حيث لي محب ينطق به لساني وما أشعر وتنتشر به راياتي، سعودية هي درة بين الأوطان، يكفيني ويكفيني فخر أني لا قلت السعودية، قال أجمل بقاع الأرض هي السعودية، واليوم أقول لك دام عزك يا وطن، دام عزك يا وطن، دام عزك يا وطن. الله عليك، شكراً. صح لسانك يا عسل، يعطيك العافية، مشكورة خيتي على المشار. هيلي السلام على شعب شعولة. الحين في حالة الهواء بارد عندها وكل شيء يدلدغها. لا صارت فيني حساسية وما أدري، مفاجأة كذي يعني من الكتاب الظاهر، من الجو، حتى عيوني كذي قاعد تحكني يعني. يلا أنا عسل حبيبتي، أنا بعد أسلم عليك وايد عمري، وشكرا على اتصالك وكلماتك الجميلة، أكيد أهل المملكة شعب معطاء وجميل ورائع ومحب إلى كل الناس، فأنا أوجه لكم تحية كبيرة. اتصال آخر معنا، نقول ألو. هلو هدى، السلام عليكم. عليكم السلام. شو وضع حياتي هدى؟ هلو حبيبتي، شلونك؟ الحمد لله تمام. كيف حالك؟ الحمد لله، بس فيني شويه حساسيه. حياتي قولي لي عمري انت حبيبتي، النور نور عيونك الحلوه اللي تابع برنامجنا، قولي لي حياتي تحياتك حق منو؟ لك انت. شكرا. ومساء عبد الله. ايه وبعد امي وابوي. ايه وشيخة من اليمن، وفطوم من اليمن، وفطوم من حضرموت، وروح الكرة. حبيبتي تحية كبيرة لهم. عندك مشاركة أخرى؟ بنت أختي شحب تغني. يلا أعطينا بنت أختك، خلي تغني. جاهز. يا
قاعد تناديها او تناديه بنوته ولا ولد؟ ولد شهد. شهد شهد اوكي يلا يلا وينها؟ وينها عفوا؟ الو الو سلام يلا بتغنين؟ طيب الحمد لله انت كيف حالك؟ تمام تغنين؟ ايوه يلا حياتي غني يا بنات يا بنات يا بنات اللي ما حبش يا ولا دقت عليا حكت للأرض ينفع عليا ولا كان خلصت ثنية ولا شفت الأرض بكيت أنا محيط عالمية عظمية أحبك مشاعر حياتي أنا بعد أحبك وايد شكرا على اتصالك أنت وهدى وتحية كبيرة لكم مع ألف سلامة حبيباتي يلا نلعب ويا بعض لعبة الصورة المخفية باتصال ثاني ألو رحاب السلام عليكم وعليكم السلام الحمد لله شلونك يا رحاب الحمد لله شخبارك والله تمام انا بخير الحمد لله عاش من سمع الصوت رحاب ايوه يلا شنو مجهزت لنا اغنيه جديده ايوه التلفزيون ايوه مجهزه يلا بس ممكن قصير عن صوت التلفزيون شويه زين ونلعب لعبه الصوره المخفيه بالاول اوكي اوكي يلا خلينا نشوف الصوره المخفيه يلا ويا الوقت اختاري رقم خمسة نلم شخصية كرتونية اعطيني بعد رقم ثلاثة حلوين بس خلاص طلع لك الكاس معناته انت لازم بس تقول لنا شنو هذه الصورة هذه الشخصية الكرتونية تختلف عن السنافر واللي هو شو يسمونه؟ دريكي شنو؟ شو اسمه؟ بابا سنفور بابا سنفور إجابة صحيحة يلا رحاب يعني خلصنا الموضوع علشان بسرعة علشان نسمع صوتك يلا قولي تكتاهي لمجادها بروحي لو أخديها دم الطهر زادها وربي معليها تستاهل بلادي تستاهل بلادي تستاهل بلادي تستاهل بلادي يا خادم البيتين أفريكا الزهدي ورجالك الله شهد على العهد وافي على العهد وافي تستاهل مجادها بروحي وافديها دم الطهر زادها وربي معليها تستاهل مجادي تستاهل بلادي تستاهل بلادي تستاهل بلادي سلام والله صوتك جميل والله رحاب صوتك جميل مشكور على مشاركتك وحلو ان دائما نسمع صوتك ويوم تغني لنا اغاني وطنيه ويوم تغني لنا اغنيه حلوه انشوده حلوه فشكرا لك يا رحاب وعندك الحين تحياتك تفضلي أرجو تحياتي حق أمي أبوي إي نعم أمي أخواني أخواتي أنت مشاعر مشكورة تسمين يا رحاب ومع السلامة شكرا جزيلا يا رحاب وتحية كبيرة لكل أصدقائنا وشكرا جزيلا لكل الزملاء الدائمين متعاونين معنا وأخص بالذكر أكيد زميل عبد الله المنديل بكمل حلقتنا معكم بعد البريك ردينا وياكم بالفقرة الثانية في حلقتنا لليوم في برنامج استديو الأبطال حلقة الثلاثة قبل أن نروح ونشوف مع بعض نونو وفارم وحلقة جديدة فورست هاي شاد الزبال نونو فورست حلقة جديدة في البرنامج راح ندردش مع بعض من خلال تويتر البرنامج ومشاركات الأصدقاء في تويتر البرنامج وأذكر آت أبطال اندرسكور الرا تقدرين تقرين اذا انت تعبانه انا اقرا لا 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 عادي اقرا لا الحساسيه هذه والله يعرفونها هالحزه تبين اقرا كتابك على ما تريحين لا لا خلينا نقرا تغريدات بعد ساعات فرغ الكاتب الانجليزي الاصل جورج كيش من كتابه والله ما اقدر كله تقرا السطر يعني يلا كيف تنطح السحاب ما فهمنا شيء يعني اذا شفتي سحابه شلون كيف تنطح السحاب شي.
شنو يشكي؟ كذي واعطى الكتاب للناشر الامريكي على شيك. شوف السالفه من الاول ايش عن شنو تتكلم؟ انا ما اخذ اخر سطر من الفقره كلها. اي والله ترى صدق ما اخذ في اربع صفحات. انزين يلا اقرا تويتر. يلا نقرا تويتر البرنامج ومستعين احنا اليوم على تويتر البرنامج. مساء الورد والفل، هلا وغلا يا احلى ثنا عبود ومشاعة، تحياتي لكم من سوس السلطنه وزاره البنفسج والشوق البحرينيه، صديقتكم عذبة روح مرام، تحيه كبيره لك. مساء السعاده اخباركم عبد الله شعيب، تحياتي حق اهلي وصديقاتي يسرى من مصر وسوس السلطنه وريحانه الجنه من زاره البنفسج، تحيه كبيره لك. ايضا عندنا اصعب شعور تضحك وراسك بصدع من شواق البحرين، تحيه كبيره لك. ايضا عندنا تعجبني الارواح الراقيه التي تحترم ذاتها وتحترم الغير، عندما تتحدث بعمق، تطلب بادب، تمزح بذوق وتعتذر بصدق، يسرى من مصر، تحيه كبيره لك يا يسرى يا حلوه. ايضا عندنا مساء النور اخبارك عبد الله وشعور، تحيات صديقاتي، هذا انا قريته قبل شوي. ايضا عندنا وجه تحياتي حق امي وابوي وبنات خالاتي وعماتي ومشاعر عبد الله، معكم دانا بوبشيت. يلا راح ناخذ اتصالين جاهزين ويانا على الهواء ونلعب ويا بعض لعبه سمارت. الاولى صديقتنا العزيزه روح الكرار، السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك يا روح الكرار؟ الحمد لله تمام، اخباركم؟ والله الحمد لله انا بخير. شوفي انا اذا ما خاب ظني تطلعين في المناسبات انت، رعية واجب، صح ولا انا غلطان؟ صحيح. يلا شنو حابه تقولين قبل ان نلعب؟ احنا عباد الشعب السعودي، وجهكم العام وانتم بخير. تستاهلونك الخير. هذه عطسه ولا كح عشان نعرف شنو نرد؟ عطست الحمد لله. ان شاء الله يلا. سلامتك شعبنا. الله يسلمك حياتي. طب مو مركز. خلاص تقدرين تستاذنين عادي، نص الدوام استئذان هذا يسمون. يلا. لا بس بسلم عليها، روح الكرار مو؟ روح الكرار حبيبتي تحيه كبيره لك. وانا احبك وايد وسوري ان انا قلت حق عبد الله مسلم عشان تدري ايش كثر احبك، وبعدين خافتيني عدت مره ثانيه فما اقدر اكلمك. فحبيبتي وش اخبارك؟ والله تمام الحمد لله، حياتي مشاركتك حياتي وعيش الحياه مع عبد الله. يلا انا خذيت دوره الاعلام شلون تطلع الهواء بدون لا تعطس بدون لا تكح، الحمد لله. يلا خلينا ناخذ اتصال ثاني، دشي الدوره حلوه. ما في هذا الانسان، طبيعه الانسان ما في دوره شيء. شكيتيني. أسيل. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك أسيل؟ زينة. أسيل تلعبين سمارت؟ إيه. يلا أنت ويا روح الكرار، خلينا نشوف اللعبة على الشاشة، يلا. بغيت أروح أشوف. يلا. روح الكرار أنت لتر آر وأسيل لتر أي، البداية عند روح الكرار، تفضلي. بي. بلشت بي. يلا دورك يا أسيل. ايه روح الكرار. بي نفس الشيء. اسيل. بي سي. بي دي. بي قلتي؟ ايه بي قالت بي. يلا روح الكرار. سي سي سي. أسيل. دي. روح الكرار. سي. سي. سكرت. واحدة بواحدة. يلا. أسيل. دي. شنو؟ دي. 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 روح الكرار. ايه ايه فازت حلوي، يعني فايزه من الصوبين، شكرا لك يا روح الكرار، الجائزه عندك. اسيل خسرتي ما عليه. روح الكرار قالت. اسيل تبي تقولين شيء؟ لا مع السلامه، باي باي، مشكورين يا بنات، تحيه كبيره لهم. برجع اكمل تغريدات يا عبود، لك شخص ما ينسى يذكر ملامح ضحكتك في عيونه، منور يا شكل حلو انت من الشرس. شكرا حبيبي. ايضا عندنا مرحبا شعور، وجه تحياتي صديقاتي دلع، كل دلع وزارة البنفسج يسرى من مصر وشوق البحرينية وزهور الحياة، ميمي ومرام من سوسو من السلطنة، تحية كبيرة لك. مساء الخير عبود وشعولتي وشوقكم، وحشتوني وايد، أوجه تحياتي لكم حق أهلي وسوم وملوك ونوني وغدوش، وأحبكم من فوز العجمي، تحية كبيرة لها. شكرا يا فوز العجمي. إذا خلينا ننتقل مع بعض ونقعد كذي قعدة حلوة، نشوف مع بعض حلقة جديدة من خلال رسوم تحرك الخاص لبرنامج استديو الأبطال نونو
فورست. فورست. يلا خلينا نشوفه. رجعنا لكم أصدقائي بعد ما شفنا نونو فورست، وإن شاء الله تكونوا استمتعتوا بهذه الحلقة الجميلة. أبي أقرأ كم تغريدة بس، بعدها عبد الله راح ياخذ اتصال أستاذ الكنترول أكيد. مش شفت القمر يرض والليل، هذا انت بدنيتي، احبك وايد من بيونه، شكرا جزيلا، مساء النور والحب والنور، مشتاقه لكم، عبود ومشاعر كثير لكل صديقات البرنامج، تحياتي لكم اضواء، تحيه كبيره لك اضواء. ايضا عندنا مساء الجور الاجمل عبودي وشعوله منورين حبايبي، اقول عبودي الله يحرمك من طلتك اللي تسعدنا وسلامتك شعوله يا قلبي من بثون، تحيه كبيره لك يا بثون يا حبيبه قلبي. عبود طالع قمر، ربي يحفظك من اختك سحر السحر الجنوبيه، شكرا سحر. شعوله عبود احبكم وايد، احنا بعد نحبكم. وسلام عبد الله، اخبارك؟ شنو اسم قطوتكم من الصقر السعودي؟ هذا السؤال امس قريته، احنا قطوتنا راحت خلاص ما عندنا. اي جت لنا قطوتين، واحده الاولى رماديه
والثانية غارفيلد، اسمها غارفيلد بس راحت. اوكي أورنج. اخر تغريدة بس اقراها، يقولوا لي من العراق، بنت العراق تقول لي رحم ان شاء الله يشعلوا ماتش في الشارع. حبيبة قلب الشر ما يجي الغالية، شكرا جزيلا. ناخذ الاتصال. مريم. نعم. شلونك؟ زينة. السلام عليكم. عليكم السلام. مريومة كم عمرك انتي؟ عمري 7. 7 سنوات؟ ايه. العمر كله، شنو حابة تقولين؟ تبي توجهين تحياتك؟ ابي العب. تبين تلعبين؟ ايه. يلا انا وياك اساعدك، اوكي؟ اوكي. يلا راح نلعب لعبة خفيفة كذي على عمرك، بس قبل هذا قولي لي هذا شنو الصوت؟ صوت التليفون؟ ايه. انزين ابيش تقولي لي في مرة كليت تين؟ التين. ما ذكت التين؟ لا. ولا مرة؟ انزين بعد ما نطلع فاصل بالفقرة الثالثة راح نتكلم معلومات عن التين وهو وايد مفيد. انزين فسمعي المعلومات علشان مرة ثانية تذوقينه وتقولينه إذا هو حلو ولا لا. أوكي؟ أوكي. يلا راح ألعب وياك أنا سمارت، أوكي؟ أوكي. يلا خلينا نشوف اللعبة أنا وياك، يلا مريومة. البداية وياك. عندك A B C D E. A. أنا أبي C. أوكي. A. A. أنا أبي A. B. D. B. 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 أوكي. عطوني E. D. B. D. D. B. ولا D. D قالت. أوكي. D. إنزين أنا أبي D. يلا بعد D. دورج. B. 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 أبي A. A. لا. D. لا. بفوزك. إذا قالت B تفوز. لا لا قولي B وقولي C، عندك ثنتين، شنو تبين؟ أنا مركز على فوزك بالC. مريومة شنو تبين؟ تبي تفوزين بالبي ولا تفوزين بالسي؟ بالسي. بالسي؟ يلا حلوين، مريومة فازت في لعبة سمارت. والله اللي يلعب ويانا دائما احنا نربحكم وما نبي احد يطلع ويانا خسران في البرنامج. بتقولين تحياتك مريومة؟ ايه. يلا قولي. امي وابوي. ايه. واخواني. سلمي عليهم كلهم، قولي لهم عبد الله ومشاعل اذا قاعد يتابعون يسلمون عليكم، اوكي؟ يدرون. يدرون. يلا تحية كبيرة لهم، يعطيكم العافية. يعني ايش يا شي. يلا مع السلامة. باي باي. مع السلامة يا مريم، وتحية كبيرة لأسرتك الكريمة. بكمل حلقتنا معكم أصدقاء، نطرنا من بعد هلوبك. رجعنا لكم أصدقاء الحلوين بعد هالبريك، وكملين حلقتنا معاكم. لهدي علق على صوتي خلاص، الحين بلشت الفلوزة الصحيحة وصوتي اللي راح ما ذكره. ما دي بداية حلوة يعني. ف شنو في عبد الله؟ شنو في لعبة؟ اي سيارة. يلا عندنا اتصالين جاهزين في لعبة السيارات. الأول لمى، اثنينهم من السعودية صح؟ لمى. هلا والله. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك؟ شو اخبارك؟ الحمد لله بخير، شو اخباركم؟ وينك القاطعه؟ ايش دعوه يا حافظ؟ شنو القاطعه؟ يعني قاطعه اتصالاتك؟ لا والله انا اللي لعبت يوم السبت مع بسوم. اخر مره متى اتصلتي؟ يوم السبت مع بسوم. يوم السبت؟ وامس. ايش رايكم شباب؟ وامس؟ وبراي يعني احنا استوديو الابطال. طيب خلاص ان شاء الله بدق لك بكره بعد. كل يوم؟
لا بكره عشان نصيبك زي يوم وترك اوكي اوكي يوم بالاسبوع لا وش دابا اي زين اوكي لما راح تلعبين لعبه سيارات شلون معلوماتك لا كويسه شوفي خليني اقول لك شاطره لحظه خليني اشوف على حسب هذا شاطره بالاجتماعيات الجغرافيا ولا لا تكفى تعطيني عاصمه كل ما اتصلت عاصمه في عاصمه ما ابي اول سؤال اي والله اول سؤال انزين في عندك لغه عربيه سهل شوف اسالني بالرياضه اسالني بالسياسه باي شيء بس اسالني في الجغرافيا شلون برنامج ابطال ما نقول اطفال احنا نقول ابطال وسياسه يعني اقول لك يعني اي مجال هو السؤال شو الاول عن شنو السؤال سهل 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 عن شنو الاعتراض يا لما هي عن عواصم الدول لا كل ما اتصل العب السيارات وكل ما العب السيارات اعطيني عاصمه ولا اعطيني على ان هذه لعبه الاتصالات عليها ضغط تدرين الكل يتمنى يلعبها والله بسرعه تخلص نجيب كميات وتخلص نجيب كميات مدام مساعد تكلمت بقول لها الحمد لله سلامتك حبيبتي حياك الله شوفي حالتي مسكينه انا لما هلا والله يلا جاهزه جاهزه سمعي الاتصال اللي راح ينافسك الو هلا غلا زياد شانك تمام الله يسلمك شو اخبارك هلا ومرحبا شو اخبارك شعور الحمد لله على السلامه الله يسلمك حبيبي ترى توني مرض تدري بالفقره الاولى طلعت الصيف ودخلت الشتاء هذه كل الناس كذا ها اقول طلعت الصيف ودخلت الشتاء ايه عشان الحين الخريف احنا داشين على الخريف فيصير عندنا مثل فيروس بالجو يصير حساسيه بعد فان شاء الله يا رب تروح الحساسيه ما تطول معي مو خريف الحين هي الشتاء شنو هو الحين يقول لك الخريف بعد الربيع علميا علميا اول شيء لحظه نختلف على الفصول يا جماعه انا لا 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 لحظه زياد ما انا قريتها معلومه في ميتنج لحظه انا قريتها معلومه ان ما في اصلا ما يجي الشتاء على طول من بعد الصيف ايش فيك اول شيء خريف اللي انا قاعد اقول معلومه صحيحه صيف بعدين خريف بعدين شتاء فيصير لما يدخل الخريف مع فصل الصيف زين يصير هذا يصير مطر صيف الفيروس قريت المعلومه والله انزين انت شنو عندك فصل خريف متى يا عبد الله ماكو خريف احنا بالكويت عندنا فصلين ما انت هذا كان بالكويت احنا نتكلم يا. عن الفصول السنه كم فصل اربع فصول بس هذا هو الاحمر من يلا لما السؤال الاول وياك ولعبه السيارات خلينا نشوف لما هلا والله بما انك انت تحبين عواصم الدول وتحبين اللفه الحلوه هذه سؤالك يقول عاصمه دوله قطر الدوحه بعد اسهل صح صح بس صح خطوه قدام يلا ننتقل لزياد لا هلا وغلا هلا غلا زياد اصغر المحيطات بالعالم هو المحيط الهادي اللي اعرفه يا عبد الله المحيط الهندي صح والهادي هو اكبرها مو اصغرها ايه صح يعني غلط يعني غلط صح كلامك خطوه قدام والله برافو عليك يا زياد ننتقل لسؤال لما لما سؤالك يقول جمع كلمه حد احداد خطا شنو جمع كلمه حد حدود بيني وبينك طيب يلا صح خطوه قدام زياد هلا غلا يا سلام عليك سؤالك يقول مفرد كلمة ألبان لبن لبن ألبان صح هلا وغلا هلا وغلا دخل السؤال الأخير لي لما لما سؤالك يقول هم تحبين هالنمونة من الأسئلة يا لما تحبينها يلا يوجد متحف لوفر في إيطاليا خسان يجنن صح لا خطأ انزين انا بحسب لك اياها صح بس قولي لي عاد مو 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 بايطاليا وين موجود والله ما ادري برج ايفل وين ها باريس عاصمة شنو فرنسا حلوين اخر سؤال لزياد هلا غلا يوجد تمثال الحرية في النمسا في فيينا تحديدا في فيينا هلا وغلا هلا غلا خطا 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 صح كلامك برافو عليك
في امريكا. عبود هلا. بدي انا ودي اقول الحين ودي اسولف عشان كل ما تعطس شهاده شهاده شهاده. عندي 5-6 شهادات وامشي بيتنا. تفضلي يا لما قولي. اول شيء بقول وجهه كبيره تحيه كبيره لعبود. شكرا. وشعوله ثانك يو. وراح اقول شغله انه انا عندي حساب بالانستغرام واحد واللي هو لما 7_7. اوكي. وابي اقول شكرا لسوسو رشيدي وبنوسه نسيت اسمها انها تقول ان هي موجوده فين وصوتي وبيونه عندي وغواطف وبسينا ودمي اللي عندي بالبي ام واضواء واصال لان كل هذول يحبون اتصالي ويحبون يسمعون صوتي في البرنامج. شكرا لك يا علامه تسلمين على اتصالك ويعني ما ينلامون اذا هم يعزونك ويحبونك لان صوتك جميل جدا. هلا وغلا. هلا غلا عندي شركه. شنو مشاركتك؟ تصدق بغينا نطلع بريك؟ لا قرعان شوي وبعدين قصدي ديسكفري. قول قرعان. عندي عندك سؤال؟ قرعان يلا عشان نقصر صح كلامك نبهتني عشان نقصر صوت الموسيقى تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم إن للمستقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. مشكور يا زياد تسلم يا الغالي يعطيك ألف عافية شكرا على مشاركتك. زياد بس عندي ملاحظة بسيطة. شنو؟ أتمنى أن تتقبلها مني. إذا عندك مشاركة مثل قراءة قرآن أو أنشودة طويلة خلها مشاركة بروحها علشان إذا لعبت وكذي ممكن أن نأخذ وقت طويل. أوكي؟ أوكي. وعد يعني أول ما تتصل عنا أقول عبد الله خلي اتصالي بدون لعبة خلها هي مشاركة بروحها. خلاص إن شاء الله. حبيب قلبي مشكور يا الغالي تسلم يا زياد. تحية كبيرة لزياد تحية كبيرة للمة وشكرا على مشاركاتهم الجميلة. بكمل حلقتنا معكم نطلع بعد هالبريك. ردينا وياكم بالفقرة الأخيرة في حلقتنا اليوم. دائما احنا في البرنامج من يوم الأحد لغاية يوم الأربعاء نعرض ديسكفري بالفقرة الثالثة ولكن يعني خذينا الاتصالات ويعني خذت وقتها فعشان كذي أجلناها للفقرة الرابعة. فاللي ناطر ديسكفري الحين راح نروح مع بعض في فقرة ديسكفري ونتعرف على معلومات جديدة عن التيم. التين من الثمار المشهورة والمفضلة عبر التاريخ وهي فاكهة كان لها التقدير منذ قديم الزمان بشكلها الجاف الأخضر وموطنها الأصلي بلاد فارس وسوريا ولبنان. المركب الرئيسي الموجود بالتين هو سكر الدكستروز وهو يبلغ 50% من تركيبة التين فيتامين A و B و C
يحتوي على نسب عالية من أملاح الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والنحاس، يعطي سعرات عالية، فكل 100 جرام تين أخضر يعطي 70 سعرة، والجاف 100 جرام الوزن يعطي 270 سعرة. يعالج التين الأمراض النفسية ويعمل على تهدئة الأعصاب وإزالة أنواع القلق والخوف والإحباط والتوتر. شجرة التين تنمو في الأجواء ذات الشتاء الدافئ، أي أنها لا تحتاج إلى شتاء بارد مثل باقي الفواكه المتساقطة الأوراق. وفي الصيف تحتاج التين إلى جو ذي رطوبة معتدلة، وسقوط أمطار في الشتاء مع برودة الجو يسبب في تشقق الثمار. منذ القدم عرف الإنسان فوائد التين، فصنع منه الفراعنة القدماء دواء للعلاج، وذكر بالقرآن الكريم. رجعنا لكم أصدقائي الحلوين من بعد ما شفنا هذه فقرة ديسكفري اللي تتكلم عن التين، وعندها صديقتنا بيونة تقول إن أم عندهم شجرة كبيرة من التين موجودة مو في بيتهم في الكويت، في سوريا، فإن شاء الله يا رب تروحون وتأكلون من هذه الشجرة المثمرة. أيضا أبي أوجه تحية لشخص ما أدري إذا بنت ولا ولد، كل شوي تكتب لي، كل عطسة تكتب لي يرحمك الله على العطسة الأولى، يرحمك الله على العطسة الثانية، يرحمك. فهي متابعة الحلقة يعني وقاعد تستغرس، فشكرا جزيلا. كم عطسة الحين عطستي؟ واصلة الخامسة. واصلة الخامسة ولا وصلت؟ وصلت الخامسة. حلو، إن شاء الله يا رب السادسة والسابعة. شنو؟ العطسة مفيدة. ايضا عندنا سلامات شعل ما تشوف الشر من ترانيم الامل، شكرا حبيبه قلبي، مساكم دوله تستحق من الدعاء، اللهم اجعل هذا البلد امنا ومطمئنا، وسائر بلاد المسلمين صديقتكم غرور الكون، غرور الكون ما يخالف السموحة يا جماعه. تحيه كبيره لك عبود وشعل، كنت اجولي تحيه شوق من قطر، تحيه كبيره لك يا شوق من قطر. مرحبا يا شوق من البحرين، انا بكره راح يكون عندي اختبار تجريبي وانا من المتوسطه، واتمنى دعائكم لي بالتوفيق والله يسهل علي اختباراتي، اللهم امين يا رب، شدي حيلك حبيبتي ودرساي. سلام عبود وشعله ومنوره شعله، سلامتك من الحساسيه وربي يحميك لنا ولا يحرمنا منك. اوجه اكبر تحيه لاختي بسومه من ماجد المطيري، تحيه كبيره لك يا ماجد بسومه قاعد تتابع الحلقه الحين، وشكرا يا بسومه على التواصل الدائم حبيبه قلبي. بسومه فيوزه تنتظر يسولفون مع بعض بالبي بي ام، وانا بس قاعد اسال منو شنو ليش. ايضا عندنا بين الواقع والأشياء الجميلة طريق يسمى الصبر، أخذكم فاطمة من الكويت، شكرا يا فطومة. سلامات شعولة، الله يسلمكم إن شاء الله وما قصرت، رح أرجع كم من تغريدات بس. يلا راح نلعب ويا بعض. بوثينة شلونك يا بوثينة؟ الحمد لله تمام. شخبارك؟ عساك بخير. والله الحمد لله بخير، دعمكم بخير، الحمد لله بخير. الله يسلمك، راح تلعبين ويانا، جاهزة بوثينة؟ ايه طبعا. يلا راح نلعب مع اتصال ثاني ولا بروحه؟ خلنا ننطر الكنترول يرد علي. بروحك ولا ويا حد ثاني؟ يلا راح تلعبين الصوره المخفيه بروحك. اوكي بس بعد ما تحياتي. اوكي حاضرين، يلا خلينا نشوف اكتشفي الصوره المخفيه من خلال الارقام التسعه. تفضلي. اوكي رقم 5. رقم 5 بالنص، ورا رقم 5 نلمح لك من الأشجار. رقم ثلاثة. من الأشجار. شنو؟ لحظة لا تبطل هالصورة. الله. شنو تتوقعين؟ شو بعد ما طلعت دي؟ شنو؟ أنت فزتي الحين، بس شنو تتوقعين؟ ما أعرف والله. من الأشجار، شنو اللي متطلع من الأشجار؟ ويسوونه بقلم رصاص ونصنع منه الورق. الخشب. خلينا نشوف الخشب. إجابة صحيحة، هذا هو الخشب يا بوثينة. تحياتك. اوكي بوجه اكبر تحية حقك عبود. شكرا. منور الشاشة يا الغالي، والله لا يحرمنا من هالطلعة الجميلة اللي تسعدنا. مشكورة. حق شعودة حبيبتي أقلها سلام تتوشف في الشهر حبيبتي. وحق روح الكرار، وحق بيونة، حق مروي، حق ريمة، وكل ربيعاتي، وحق لموش اللي توها اتصلت، وأقول أني أحبك وايد وايد وايد، وأقول حق جدتي الحمد لله على السلامة وسوى ما نور البيت. أوكي. وحبكم وايد. تسلمين يا أبو ثينة صديقاتها من الإمارات، مع السلامة.
شنو فيه؟ تويتر. يلا ماشي أمري لله. السعادة ليست حلم ولا هم ولا أمر محال. يعني شنو تبين؟ لحظة لحظة شنو تبين؟ والله كنت بقول لك شغلة، تدري شو أتمنى الحين بهاللحظة؟ ديسكفري؟ لا. أكشن؟ أقعد شي؟ زين؟ أنت تسولف، أطلع الحلقة شي وأنا ساكتة، تاخذ تويتر، اتصالات. في اتصال؟ ناخذ اتصال، أعطيني تويتر. حاضرين يا مشاعر. عندي أختين أنا، فطوم ومشاعر. شكراً. وسارة. أوه بلشنا الحين، تذكرتهم أخواتي وايد طلعوا. يلا. أسيل. ألو. شلونك يا أسيل؟ زينة. شو أخبارك؟ الحمد لله. يلا نلعب الصورة المخفية بعد؟ أوكي؟ إيه؟ أوكي. خلينا نشوف اللعبة يلا. اختاري رقم. ثلاثة. ثلاثة. طيحين وصالحين. سؤال. سؤالك يقول ما هي عاصمة ماليزيا؟ عاصمة ماليزيا ما تعرفين؟ قولي بس اختاري رقم ثاني. بس اختاري رقم ثاني. ثمانية. سؤال ما هي عاصمة ماليزيا؟ أعطيني شخصية كرتونية لونها أصفر. شخصية كرتونية لونها أصفر. تويتي. سبونج بوب صح. تويتي ما شاء الله لأنه شوي من الثمانينات. يلا خلص الوقت، طلع لنا جزء واحد من الصورة. والله مو مبين. شوفوا إذا عرفتي عاصمة ماليزيا ببطل لك رقم ثلاثة. كوالا لامبور. لامبور قولي. كوالا. ها قولي. ديك. شنو؟ يا سلام عليك، لا كوالا ولا لامبور ولا ماليزيا. يا شلون عرفتي الديت؟ عاشه والله عاشه. والله عاشه. عاشه والله. هلا بالحبيب. عاشه حبايبنا. عاشه حبايبنا. الو الو شلون عرفتي الديت؟ عندكم ديت بالبيت؟ لان عمي قالت لي. ايه زين الديت شو يقول؟ كوكو. يا سلام شطورة. انزين الحين بتقولين تحياتك، انت فزتي. حق امي وابوي. ايه. واختي. ايه. وبنات وحقك انت. مشكورة. شكرا. تسلمين يا الغالية، مشكورة على اتصالك. ومع السلامة. نرجع لتويتر البرنامج ونقرأ تحيات لكل أصدقاء. يسرى من مصر تحية كبيرة لتش، وسلام عليكم عبود وشعوله وما تشوفين شر يا مشاعل. الكل قاعد يقول تشوق أيضا من قطر تقولش نفس الكلام. أيضا صديقتكم غرور الكون دائما تشارك ويانا في البرنامج. هاي مشاعل. سلام عبد الله من أريج نواف. طلال مريم تركي حور وسن فاطمة أصدقاء البرنامج. عندنا ايضا نوال بلوشي تقول ما تشوفين شر يا مشاعل. ثانك يو. بردت شويه. بعد عندنا مشاركات وايد من اصدقائنا في البرنامج. سوسو الرشيدي تحيه كبيره لك يا سوسو. بيون شكرا لك على مشاركتك في البرنامج. غلا عبود تسلمين يا الغالي على الكلام الجميل. بعد عندنا صديقتنا هلا مشاعل عبود انا احبكم قوي ودائما بتابع البرنامج. انا ومريومه بنت اختي، انا من مصر عمري 24 سنه. أنا أتوقع نفس الكلام اللي تقولينه أنا قلته بهذه الطريقة. تشرفينا يا وين شو اسمها؟ أنا ومريومة بنت أختي، هي مذاكرة اسمها. بس تحية كبيرة لك ويعطيك العافية وتشرفينا وكل مشاهدينا وأصدقائنا من جمهورية مصر الحبيبة العربية يتابعون برنامج استديو الأبطال. تحية كبيرة لكم. في البداية دائما نذكر شنو صار في حلقتنا لليوم. عرضنا رسوم متحركة في البرنامج نونو فورست، بالإضافة إلى معلومات حلوة في ديسكفري عن التين ومشاركات الأصدقاء في الاتصالات وفي تويتر البرنامج. نشوفكم باكر ومع السلامة. جاهزين؟ خليكوا جاهزين.
رايحين للفن رايحين تلوين لعب وتمرين يلا يا أطفال يلا يا حلوين رح نسأل ونلعب رح نمرح نستفيد مدرسة وبيت وملعب.